أهلا بكم. لماذا تحولت المؤسسة الأمنية في العراق وحتى العسكرية من منظومات لحماية المواطنين وأمنهم إلى شبكات منظمة للفساد والابتزاز والظلم باستخدام السلطة واستخدام النفوذ والمال العام؟ ما دلالات الكشف عن شبكة فساد تضم أكثر من 40 ضابطا في المؤسسة الأمنية في العراق؟ حيث كشف الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة الحالي اللواء يحيى رسول عن تورط 40 ضابطا كبيرا في وزارتي الدفاع والداخلية في العراق، وفي مقدمتهم الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معا. ومصادر تتحدث أيضا عن نحو 100 ضابط يديرون شبكة كبيرة للفساد والابتزاز والممارسات اللا أخلاقية، فيما تحفظ على كثير من تفاصيل الفضيحة المدوية. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية اليوم، وسيكون معي في هذه الحلقة الضيوف الكرام الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبضيفك الكريم. وأيضا سيكون معي الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياك الله وحيا مشاهديك الكرام عبد القادر النايل الذي سينضم معنا في هذا البرنامج. حياكم الله ضيوف الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق تحولت من منظومات لحماية البلد والمواطن إلى شبكات منظمة للفساد والابتزاز والممارسات المخلة، مستخدمة السلطة والنفوذ والمال العام، في مؤشر خطير على ما وصلت إليه الأحزاب الحاكمة وأجهزتها الأمنية من فساد بلغ ذروته في ظل حكومات الاحتلال الأمريكي الإيراني. مسلسل فساد المؤسسة الأمنية والعسكرية بدأ منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 وحل الجيش والشرطة واستبدالهما بمؤسسات ينخرها الفساد من أول لحظة التأسيس، ثم دمج الميليشيات الموالية لإيران بها. تبع ذلك صفقات الأسلحة الوهمية والفاسدة وفضيحة صفقة أجهزة كشف المتفجرات التي كلفت العراق 85 مليون دولار، فيما ذكرت مصادر برلمانية أن الحكومة أنفقت على شراء السلاح أكثر من 150 مليار دولار، ناهيك عن ظاهرة الجنود الفضائيين، ويقصد بهم الموظفون المسجلون على الورق دون أن يكون لهم وجود حقيقي في الواقع، حيث يقدر عددهم في القوات الأمنية بنحو 50,000 شخص بحسب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. وتنطبق هذه العينة من ملفات الفساد على جميع مؤسسات الداخلية والدفاع التي تمارس أنواع الفساد والظلم في سجونها المليئة بالأبرياء وتعرضهم للانتهاكات والابتزاز، ولم يقم القضاء العراقي بمحاسبة أي شخص في جميع هذه الملفات. الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة الحالي اللواء يحيى رسول كشف عن تورط 40 ضابطا كبيرا في وزارتي الدفاع والداخلية، وفي مقدمتهم الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معا، يديرون شبكة كبيرة للفساد والابتزاز والممارسات غير الأخلاقية، فيما تحفظ على كثير من تفاصيل الفضيحة المدوية. الشبكة التي يديرها هؤلاء الضباط تعمل من داخل وزاراتهم من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبصفحات وأسماء مستعارة للابتزاز والمساومة، بينما رجح مراقبون أن كشف هذه الشبكة جاء نتيجة خلافات بين الشركاء في الشبكة وليس نتاج مكافحة الفساد كما تحاول أن تروج لذلك الحكومة الحالية. في حين تتعقب المؤسسة الأمنية الفاسدة صناع المحتوى لتكميم الأصوات المنتقدة لفساد المنظومة الحاكمة من خلال قوانين فضفاضة وفقاً للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. يمثل الفساد في المؤسسة الأمنية والعسكرية انعكاساً لحالة الفساد العامة في العراق،
ويظهر ذلك جليا من حصول قطاع الأمن على تقييم منخفض جدا في مؤشر الشفافية العالمية بحصوله على 9 نقاط فقط من 100 نقطة، ما يجعل البلد مستباحا أمام المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية. بداية أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر مرحبا بكم. المؤسسة الأمنية والعسكرية من المفترض أن تكون هي موجهة لحماية المواطنين وأمن المواطنين وحماية الحدود بالنسبة للمؤسسة العسكرية الأمنية. الآن في العراق نتحدث عنها وعن حجم الفساد فيها، ليس فقط فيما جاء في التقرير قبل قليل وربما يكون ذلك قطرة في بحر، ولكن على مدى أكثر من 20 عام الفساد في المؤسسة الأمنية والعسكرية لا يكاد يغادر أي حلقة من حلقات البرامج في شاشات التلفاز سواء العراقية أو العربية وحتى الدولية. يا ترى ما هو جذور الفساد في المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق؟ بدءا نرحب بك مرة ثانية ومشاهديكم وبالأستاذ مصطفى كامل رئيس وجهات نظر الصحف المعروف. حياكم الله. قبل أن أبدأ الإجابة على سؤالك دعني أبارك للشعب العراقي أن هذه القضية أثبتت براءته، لأنه كان يروج على أن هذه صفحات الابتزاز وصفحات الأخلاقية وصفحات إنتاج البلوغرات والفاشينستات وغيرها هي وجه الشعب العراقي. حقيقة خارجيا تأذينا كثيرا من هذه القضية. اليوم بسبب خلافات بين البلوغرات والفاشينستات والراقصات تم حقيقة كشف هذه الشبكة للعلن بشكل واضح تماما، مما أثبت أن الشعب العراقي بريء من هذه التهم التي كانت تلتصق به، وبريء من شبكات الابتزاز أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الفجور وتدعو إلى الرذيلة. وبالتالي ثبت بالدليل القاطع على أن هناك فقط الآن كمعلومة أضيفها لقناتكم الكريمة وللمشاهد الكريم 200 ضابط وليس 100 ضابط، 200 ضابط كشفوا بالأسماء من يديرون هذه الشبكات ويرأسونها، وبالتالي هؤلاء لديهم أفراد ولديهم جنود ولديهم متخصصين إعلامياً في عمليات التسجيل وعمليات الابتزاز والمساومة والاتصال بشكل واضح تماماً. وبالتالي حقيقة هذا هو الوجه الحقيقي لبناء قوة عسكرية لا تمتلك إلى المهنية شيئاً، ولا يمكن لها أن يقال على أنها قوة عسكرية وأمنية، هي تجمعات مسلحة عشوائية فرضها الاحتلال الأمريكي وبالتالي عززتها الأحزاب السياسية التي هي بنت هذه القوات كل على حسب مزاجي وعلى حسب دعمي. ولذلك اعترف حيدر العقادي رئيس الوزراء السابق علانية أنه لا يمكن في العراق أن يفوز أحد بالمناصب السياسية إلا أن يكون لديه فصيل مسلح. وبالتالي إذن السبع ميليشيات التي تطورت منها الأجهزة الأمنية هذا هو النتاج الحقيقي لها وهذا هو الوجه الحقيقي لها. وبذلك حقيقة أقول أن هذه القوات العسكرية لا يمكن أن تأمل فيها على حياتك في العراق ولا على عرضك ولا على مالك، لأن هؤلاء هم يمارسون هذه الانتهاكات ضد الشعب العراقي والضحية والشعب العراقي. لذلك حقيقة أن عدم بناء أجهزة مهنية تمتد بطريقة حقيقية وحضارية وعمقها في الشعب العراقي لا يمكن أن تكون هذه الأجهزة عامل إطمئنان الشعب العراقي ولا لسيادة العراق. لذلك هؤلاء حقا ضد مشروع تدمير العراق، وبالتالي هم ينفذون هذه الامتدادات التي تبقيهم في مناصبهم، والا فان هؤلاء كان يفترض بهم ان يحالون الى المحاكم العسكريه بطريقه واضحه لا الى الامر او يتم تكريمهم الى التقاعد، لان هؤلاء ابتدوا وهؤلاء دمروا سمعه العراق وهؤلاء تحدثوا أو أرادوا أن يوهموا الناس أن هذا هو الشعب العراقي وهذا وجهه بهذه صفحات الابتزاز، لأن كما تعلم أن هذه المواقع ليست حصرا داخل العراق فهي مشاهدة خارج العراق بالضبط. فلذلك هؤلاء كان يفترض
محاكمتهم وهذه النقطة مهمة جدا للعراق، وبالتالي تقديمهم إلى المحاكمات العسكرية، والقانون العراقي حقيقة يضعهم بين المؤبد والإعدام، لكن لأنهم مرتبطين بالأحزاب ولأن هذه الأحزاب هم مشروعهم مشروع الفساد لإنهاء وتدمير الثقافة العراقية وتدمير سياستي واقتصادي وأمني، بالتالي سيتم السماح لهم لأن منهجهم منهج تلك الأحزاب السياسية التي تتحكم في البلاد. وهنا أكرر مرة ثانية أقول لم يستطع لا حكومة السوداني ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا هيئات النزاهة من كشف هؤلاء الضباط، إنما عركت على قول العراقيين أو اختلاف تلك الراقصات والفاشينستات والبلوغرات هي التي أدت إلى فضح هؤلاء الضباط. إذن أساس الفضيحة وأساس هذا الكشف هو الخلاف ما بينهم وليس من أجل مكافحة الفساد أستاذ عبد القادر. بالتأكيد. نعم. اسمح لي أن أنتقل وأرحب مرة أخرى أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى، ما دلالات الكشف الأخير عن ما كشفه الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة الحالي اللواء يحيى رسول عن تورط، كما ذكر الرقم هو تورط 40 ضابطا في وزارتي الدفاع والداخلية، مصادر طبعا تتحدث عن 200 ضابط ومصادر تتحدث عن 100 ضابط، أي أن الرقم ضخم جدا وهائل يتحدث، وفي مقدمتهم طبعا مقدمة هؤلاء الضباط الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معا، ومصادر تتحدث عن فساد وابتزاز وممارسات لا أخلاقية يعني بمشاركة فاشينستات ومشاركة أيضا عوامل تؤدي إلى فضح هذا الأمر بشكل كبير في السوشيال ميديا، وهو لا يحد ولا يقتصر على الحدود العراقية وإنما يقتصر على حدود دولية والعالم كله يشاهد هذه الفضيحة. ما دلالات هذا الكشف أستاذ مصطفى؟ حياكم الله مجددا. الحقيقة لو أردنا أن نصف باختصار السنوات 21 المنصرمة من حياة العراقيين، وهي عمر الاحتلال الذي بدأ في 9 نيسان عام 2003، لو أردنا أن نصف باختصار هذه الحقبة لوصفناها بأنها حقبة الأزمات وحقبة الفساد. كل الذي يجري في العراق هو إثارة مزيد من الأزمات، لأن هناك فشل كبير في تقديم أي منجز للمواطن العراقي، وبالتالي المطلوب إشغاله بمزيد من الأزمات والفضائح، وأيضا الفساد. الظلم هو عبارة عن فساد، التزوير هو فساد، الفساد الأخلاقي يندرج تحت هذا الباب بالتأكيد، الفساد الإداري والمالي، سوء الخدمات إلى آخره، كل هذه العناوين تندرج تحت العنوان الأكبر وهو عنوان الفساد الذي يعصف بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والإدارية والخدمية والاقتصادية في العراق. كل هذه المؤسسات تعيش حالة أو حالات متراكمة ومتراكبة من الفساد، حالات مركبة من الفساد ومتراكمة. إذن يعني خلاف حصل بين أعضاء هذه الشبكات وجعلها تخرج للعلن. أستاذ مصطفى تسمعني؟ أسمعنا. نعم. إذن اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ عبد القادر نايل. أستاذ عبد القادر، يعني هذا الأمر ما الذي يفيد العراقيين؟ ماذا سيفيد العراقيين؟ نحن نسمع الفضائح ونسمع عن شبكات الفساد ليست بجديدة، الفساد ليس بجديد في العراق، أكثر من 20 سنة والعراقيون يسمعون عن صفقات سلاح فاسدة وعن مئات المليارات ذهبت في الهواء أو لم تذهب في الهواء، ذهبت في جيوب الفاسدين ومن يقف وراءهم، ولكن ما الذي يجنيه العراقيون من هذه الفضائح التي يسمع بها القريب والبعيد، ولكن المواطن العراقي فاقد لحقوقه، حقوقه مسلوبة، أمنه مسلوب، وها هو الآن يفقد حتى سمعة بلده من خلال هذه الفضائح اللا أخلاقية.
أولا دعني أقول أن هؤلاء لا يمثلون العراق والعالم، شعوب تعلم أن هؤلاء هم صنيعة الاحتلال الأمريكي والإيراني، وهم مفروضين على العراقيين وليسوا مهنيين. وثانيا العراقيين الآن حقيقة أثبتوا للعالم، وهي الحقيقة معروفة للعراقيين، أن هؤلاء من يديرون الابتزاز وشبكات، بدليل أن تلك النسوة أو بعض المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشيعون الانحلال وغيره، كل هؤلاء مدعومين من السلطات الحكومية لأن لديهم جوازات دبلوماسية. هو لو كانت هذه الحكومة أو التي قبلها تخجل لما منحت البلوغرات والفاشينستات وغيرها من جوازات دبلوماسية يمرون فيها عبر السيارات والمطارات بطريقة واضحة تماما، والشعب العراقي ينظر إلى هؤلاء. لذلك حقيقة ترى أن أرتال عسكرية تستقبل تلك البلوغرات وغيرها من هذه الشبكات، لذلك الشعب العراقي يعلم حجم هؤلاء. لكن كشف هذه القضية التي هي حقيقة لن يستفاد أكيد كعراقيين منها شيئا، سوى أنهم سيعلم العالم أن الشعب العراقي بريء من هذه الابتزازات، وأن هؤلاء لا يمثلون العراق. هذه أولا. ثانيا حتى يعلم الشباب العراقي أن هؤلاء لا يمكن أن يحكمون البلد، ولا يمكن أن يقدمون للعراق شيئا، لأنه يعني أرفع جهاز موجود في كل البلدان هو الجهاز الأمني والعسكري، لأنه هو الذي يصون الأرواح ويصون الأعراض والسمعة ويصون الأموال والدماء، ثم أنه يحافظ على الثقافة كما هو معلوم. بالتالي إذا كان هؤلاء الذين يدمرون هذه المحاور الخمسة، بالتأكيد العراقيين سيعلمون، وبالتحديد شبابه الذي يمثلون أكثر من 60%، بالدليل الدامغ أنهم لم يعتمدوا على هؤلاء. لأنني سأقدم لك إحصائية عبر منظمات شبابية يتابعون مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وجدوا من خلال التتبع أن أغلب بنسبة 60 إلى 70% كما يقولون، أن أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية في ثكناتهم العسكرية هم منشغلون بالبثوث المباشرة، يعني ويتركون واجباتهم في الحماية ويتركون واجباتهم داخل الثكنات العسكرية. إذن لا يمكن أن تصنع حقيقة منظومة عسكرية بوجود هؤلاء، لأنه من يقود هذه المؤسسة العسكرية هو مسؤول عن الابتزاز. فإذا كان هؤلاء يعني حقيقة يضربون بالدف، بالتأكيد جنودهم لن يخرجوا عن هذا المسار. لذلك عندما نرى أن أغلب العسكريين والأمنيين منشغلين في دوائرهم وثكناتهم العسكرية بفتح يعني بثوث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتكلمون بها مع تلك الفاشينستات والبلوغرات وغيرها، وبالتالي يقدمون محتوى هابط. ومن المفارقات أن هؤلاء كانوا قبل عدة أشهر كما انتقدناهم في قناتكم وبعض الوسائل الإعلامية الأخرى أنهم كاذبون في محاربة المحتوى الهابط، هؤلاء داعمون. اليوم بالدليل الدام أن هؤلاء الذين كانوا يقولون أننا نحارب المحتوى الهابط تبين أنهم من يقودوا هذا المحتوى وزيادة. فلذلك حقيقة الشعب العراقي سيعلم داخليا أن حجم مصيبته كبيرة في عملية سياسية وفي أحزاب سياسية انتجت لهم هذه الطبقة، وأن ما يدار في قيادة العراق هو لتدميره كمشروع وتدمير إرثه وشعبه والمساهمة في عمليات الانحلال. وإلا عمليات الطلاق التي ترتفع في العراق ما سببها؟ سببها العملية السياسية والأطراف الأمنية والعسكرية من خلال تشجيع على هكذا ابتزازات بشكل واضح تماما، وبالتالي يستخدمون القضية الأمنية والاستخباراتية والعسكرية في السماح لهم بالتسلط والتسجيل على المواطنين باستخدام تلك الأمور، مما يتيح حقيقة إلى تهشيم المجتمع وتدمير المجتمع. لذلك حقيقة تراهم أنهم يعتقلون ويقتلون ويهجرون من يحاول مواجهة المحتوى الهابط ومواجهة ما يدار في تدمير الشعب العراقي. لذلك بالتأكيد العملية ليست القضية فائدة معنوية أو ذاتية، لكن القضية تنحصر في أن هؤلاء يستفاد منهم الشعب العراقي بأنهم قد كشفهم على حقيقتهم بالدليل الدامغ. نعم، أبقى معي أستاذ عبد القادر. أستاذ مصطفى، من يحمي هؤلاء؟ يعني العقوبة ضد الضباط في شبكة الابتزاز بحسب مسؤولين
ستكون بالطبع الإقالة من مناصبهم، وربما هذه أقصى يعني قمة العقوبة، ولكن هذا الأمر هل يكفي لإيقاف منظومة الفساد وإيقاف منظومة الابتزاز؟ يعني لم نسمع بمحاسبة أي من هؤلاء، لم نسمع بكشف كافة ملابسات الحادثة، يعني هذا الأمر يعني يدفعنا للتساؤل، من الذي يحمي هؤلاء؟ أنا كنت قبل أن ينقطع الاتصال مع قناتكم الكريمة في هذا البرنامج كنت أتحدث أن هذه المؤسسات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية والخدمية كلها قائمة على إثارة الأزمات وعلى الفساد بكل أنواعه، والذي يعرفه المواطن العراقي بل يعيشه يوميا وتفصيليا. لذلك الأمر ليس جديدا كما تحدث الدكتور النايل، وكما يعرف كل العراقيين، هو كل ما هنالك أن هذه القضية انكشفت أمام الرأي العام، وانكشفت بعض الأسماء نتيجة خلاف كما بين هؤلاء أو بين أطراف هذه الشبكة الفاسدة المجرمة، أو كما قال الدكتور نايل، أو كما قيل في أو تسرب من أنها هذه الشبكة تعرضت بالابتزاز لأحد أقارب المسؤول الأول التنفيذي الأول، وأعني رئيس وزراء النظام الحالي محمد الشياع السوداني. لذلك ظهرت هذه الفضيحة بهذه الأسماء الكبيرة، لأن على سبيل المثال من يسمى سعد العلاق كان مديرا للاستخبارات العسكرية ورئيسا للأكاديمية العسكرية، وآخر منصب كان معاونا لرئيس أركان الجيش لشؤون الإدارة، وبالتالي فهو مطلع على معلومات استخبارية وإدارية ومالية كبيرة في هذه المؤسسة، ومن خلال اطلاعه على هذه المعلومات فيقوم بابتزاز المنتسبين والضباط لأسباب شخصية أو أسباب حزبية أو طائفية أو غير ذلك. والحقيقة هو الأمر ليس جديدا، أنا أكرر على أن الأمر ليس جديدا، لأننا منذ سنوات طويلة نشاهد في الشارع العراقي ونشاهد في وسائل التواصل ووسائل الإعلام كيف تتصرف هؤلاء النسوة الذين أو اللواتي يمتهن هذه المهن الدنيئة، كيف يتصرفنا مع المواطنين وكيف يتصرفنا مع رجال إنفاذ القانون في الشارع على سبيل المثال رجال شرطة المرور أو رجال شرطة النجدة. لذلك في يوم واحد خلال 24 ساعة المؤسسات السلطات العراقية تعرضت إلى فضائح في مؤسستها القضائية ومؤسستها الأمنية والعسكرية والمؤسسة التعليمية، وهذا يدل حقيقة على عمق الفساد الناخر في هذه المؤسسات، لأنها كلها قائمة على أساليب أو على أسس عفوا غير سليمة. عندما يكون الأساس في اعتماد أو في إنشاء هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية وغير ذلك هو أساس المحاصصة الحزبية والمحاصصة العرقية والرشاوة التي يعني لا يعين أحد إلا في منصب مهم إلا تدفع، وهي بملايين الدولارات وربما تصل أحيانا إلى مبالغ أكبر حسب موقع ومنصب يعني المعني الموقع والمنصب المعني. ولذلك الأمر ليس يعني غريبا وليس جديدا، بالعكس هو معتادا. والعقاب الذي يعني سيطال هؤلاء، أنا لا أعتقد أن هناك عقابا سيطال هؤلاء، هؤلاء سيزاحون من المشهد، وربما نسمع بعد فترة تطول أو تقصر أن التحقيقات أثبتت براءتهم،
كما ثبت قبل أيام براءة المجرم أحمد العويد الكناني الذي قتل عنصر المخابرات المعروف هشام الهاشمي، وظهر في اعترافات متلفزة على شاشة القناة التلفزيونية الرسمية وبثت يعني مقاطع فيديوية من كاميرات المراقبة لقيامه بعملية الاغتيال مباشرة، وإذا به يطلق سراحة قبل أيام قليلة جدا لعدم كفاية الأدلة كما زعمت المحكمة. وهذه كلها فضائح تعصف بالمؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية، لأنه هذا القاتل أيضا هو عضو في يعني وإن كان من أحد مجرمي ميليشيا كتائب حزب الله الإرهابي في العراق، لكنه ملازم أول في وزارة الداخلية، هرب إلى إيران ثم استقدم لاستحصال قرار البراءة وغادر بحماية أمنية مشددة. هذا كله يدل على أنه لا توجد عقوبة. هناك مثل عراقي أو مثل عربي شائع أن من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب، والحقيقة أن هؤلاء لا يأمنون فقط العقوبة، وإنما هؤلاء يكرمون ويكافئون على المفاسد التي يرتكبونها في كل المجالات. هذا يعني ببساطة أن عملية الفساد بكل نواحيها وبكل مجالاتها هي عملية مخطط لها ومبرمج لها لتدمير هذا الشعب العراقي، وهي خيانة عظمى بحق الوطن وبحق المواطن، وتنسجم تماما مع التوجهات أو الأوامر الأجنبية المعادية للعراق في تدمير هذا الشعب وتدمير مؤسساته وتدمير بناه الاجتماعية. الدولة الوطنية التي كانت في العراق كانت يعني تعمل على إشاعة قيم وطنية وقيم أخلاقية وقيم اجتماعية راقية في هذا المجتمع. الآن عندما جاءت هذه العصابات تمعن في إثارة أو في تعميق السياسية والأزمات الاجتماعية واللا أخلاقية بغية تدمير هذا المجتمع، نشر المخدرات، التزوير، التهريب، القتل، تبادل المال مع الفاشينيستات. هسه الآن طبعا مرحلة جديدة بعد أن انقضت، لا نقول انقضت طبعا. أستاذ مصطفى اسمح لي طبعا أن أوجه سؤال للأستاذ عبد القادر النايل، ماذا سيرى الشعب مجددا؟ يعني منذ أن جاء نظام المحاصصة بعد عام 2003 والمجتمع العراقي يشهد الطائفية والقتل على الهوية وتصفية العلماء وتصفية النخب المجتمعية، والآن وبعد ثورة تشرين بعد مرور 20 عام أو 20 سنة يشهد مرحلة سوء الأخلاق وضرب المجتمع في قيمه، طبعا بعد موجة عنيفة ودموية من مشروع التغيير الديموغرافي. يا ترى ذكرتم أن المجتمع العراقي يعني الآن مستهدف، وربما من بعد 2003 هو في سلسلة من الاستهدافات. أزمة الثقة ما بين القوات الأمنية أو المؤسسة الأمنية أو الميليشيات مع المواطن العراقي، هل ستتعمق أكثر بعد فضائح لا أخلاقية وتبادل مالي مع الفاشينستات في نظام هو تابع لنظام الولي الفقيه يعني كسلطة؟ يعني من المؤكد أن هذه الأزمة تتعمق أكثر بالتأكيد، لأنها تكشف جوانب عديدة. بعد اغتيالهم حقيقة لثوار ثورة تشرين في عام 2019 بطريقة دموية تعمقت الأزمة، وعلموا أن هؤلاء لا يحمون الشعب العراقي، واتضح للعراقيين أن هؤلاء كانوا يقاتلون أو يقتلون في المحافظات الغربية والشمالية على أسس طائفية وأن ادعاءاتهم كاذبة. ثم عندما نأتي إلى هذه الصفحة وهي صفحة تدمير القيم العراقية المجتمعية المحافظة التي حقيقة تمتاز بالمروءة وتمتاز بالستر وتمتاز بالأخلاق الفاضلة، وحقيقة هم عمدوا على تغيير كثير من الأمور سواء من قطيعة الرحم أو من عملية استخدام الطائفية لتمزيق وحدة المجتمع، ووصلوا إلى تمزيق الأسرة. كما تعلم أنه نتكلم عن آلاف الطلاق شهريا، وهذا نذكر رسميا
محاكم معروفة، محاكم الأحوال الشخصية في العراق. وبالتالي هذه القضية لو كانت هناك سلطة راشدة أوقفت هذا التدهور، لأن هذا حقيقة يؤسس إلى مجتمع مفكك، وبالتالي لكنهم هم يدعمون هذا التفكيك لأن يصلوا إلى مرحلة تجنيد حقيقة يعني نسوة أو تجنيد آخرين لقيادة مشروع الفساد وتغيير قيم العراقية بشكل واضح. وهذا بالتأكيد هي قيم دخيلة، وهؤلاء ينفذون أجندات خارجية. ولذلك أقول لك بصريح العبارة، جرائمهم ترتقي إلى خيانة الوطن، ولو كانت محاكم وقضاء عسكري عادل لأوصل هؤلاء بين المؤبد وبين الإعدام، لأنه إدخال قيم خارجية لضرب القيم العراقية هي خيانة للوطن. وهؤلاء يعني يعملونها بامتياز بالتأكيد. هم يريدون حقيقة، واللاعب الدولي والإقليمي الذي يدعم هؤلاء يريدون حقيقة أن يتقدم صفوف العراقيين هؤلاء التافهين، وعبرا لهذه العبارة الذي لا أجد لها بديلا آخر في اللغة العربية، أصحاب المحتوى الهابط، الأصحاب الرذيلة يريدونهم، أو هؤلاء أو الداعمين لهم يريدون أن يقدمونهم على أن هؤلاء هم وجه العراق، فخسروا وخابوا. العراقيون أكبر من هؤلاء تماما، لذلك هم يريدون أن يصلوا بمرحلة معينة من أجل زيادة الفساد. وإلا أنا قلت لك الآن كشف هؤلاء الضباط لأنهم يديرون شبكات الابتزاز ويستخدمون البلوغرات والفاشينستات وغيرها للتصيد والابتزاز وتسجيل وتوثيق أمور لا أخلاقية، والعراقيين يعلمون ذلك. لماذا السلطات الحكومية إلى هذه اللحظة لم تعتقل تلك النسوة؟ الجواب واضح تماما. إذن هو المشروع مستمر، لكن سيتم كما أشار ضيفك الكريم الأستاذ مصطفى كامل إزاحة هؤلاء عن الواجهة ويأتي آخرون، وبالتالي هم مستمرون في عملية إشاعة الرذيلة وهدم الأخلاق داخل المجتمع العراقي بشكل كبير. وإلا ما يعني اليوم نتكلم عن هذه القضية، لكن إذا قلنا المخدرات من يحميها في العراق وتوزع للشباب؟ بالتأكيد أجهزة أمنية وعسكرية وضباط هم يعني يدعمون هذه التجارة بالعراق لصالح دول إقليمية، هدفها إنهاء دور الشباب العراقي وأن يكونون خارج إطار مطالبتهم بإعادة وطنهم، وبالتالي هذه الإزاحة الجينية التي يريدونها. لذلك هؤلاء يؤسسون أو يحمون يعني مجموعة عوامل لهدم المجتمع العراقي وهدم شبابه، وبالتالي بقاء الأدوات وبقاء الوسائل التي تهدم المجتمع العراقي لا قيمة لكشف هؤلاء الأسماء، لأن لو كانت هناك سلطات حقيقية أقل تقدير احتراما للعراقيين عندما ترى في المطارات الدولية أن تلك البلوغرات والنسوة وهؤلاء الذين يقدمون المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيرون بجوازات دبلوماسية، وبالتالي أنا لا أستبعد أن هؤلاء الفاسدين وأصحاب المحتوى الهابط ومشيعي الرذيلة سيكونون بمناصب سياسية قادمة في 2025. لا أستبعدها تماما، لأن الأدوات إلى هذه اللحظة لم يتم ضربها، لا ضرب منظومة المخدرات وتوزيعها، لا ضرب منظومة صالات الروليت والمقاهي الليلية الغير مجازة والتي تحميها ميليشيات مسلحة معروفة، ولا عمليات إنهاء وجود حقيقة الأدوات التي يتم استخدامها من ابتزاز خلال الفاشينستات والبلوغرات. إذن السلطة تلقي على هؤلاء وتسيح هؤلاء وتأتي بغيرهم ليستمر عملية إفساد أو غزو ثقافي هجين على المجتمع العراقي لتدمير هذا المجتمع. نعم أستاذ عبد القادر. أستاذ مصطفى، نظام المحاصصة أو نظام ما بعد 2003 هو نظام سمته مذهبية وسمته عمائم سوداء، وسمته أحزاب تدين للولي الفقيه، ومن المفترض أنه كما يقولون أن الفساد حرام، صح؟ فلماذا إذن في العراق يتم التبادل المالي مع الفاشينستات ويتم الكشف عن شبكات فساد وابتزاز وانتشار للمخدرات؟ هل هذا الشيء موجود في المذهب الذي يتبعه أو تتبعه السلطة أو السلطات في العراق من بعد 2003؟
هل هذا ما يعني يأمر به الولي الفقيه في العراق؟ هل هذا هو الدين أو المذهب فعلا؟ كيف توضح هذا الأمر؟ نحن لا نعرف. يعني ابتداء لا يوجد دين في العالم ولا مذهب سواء كان سماويا أو وضعيا يبيح الفساد والإجرام والقتل والتزوير ونشر المخدرات وإلى آخره من المفاسد التي نجدها في العراق. هذا من جانب، والجانب الآخر يعني من المؤكد أن هؤلاء لا يعبرون عن قيم دينية حقيقية، وأن الأثواب الطائفية وليس الدينية التي يرتدونها هي أثواب يعني مهمتها إشاعة الرذيلة وإشاعة الفساد، ومن جهة ثانية ومن جهة ثالثة المؤسسات أو العمائم التي تغطي على هذه المفاسد وعلى هؤلاء الفاسدين، هذه الجرائم التي أو المفاسد التي شهدها العراق خلال السنوات 21 الماضية تؤكد على أن هذه العمائم هي ضالعة في هذه الجرائم وفي هذا الفساد الهائل المنتشر أفقيا وعموديا بعمق في المؤسسات التي ترعاها هذه العمائم وهذه المرجعيات السياسية أو المرجعيات الدينية كما تسمى أو غير ذلك. كل هؤلاء يغطون على عملية الفساد من جهة أو يمارسونها في الحقيقة من جهة أخرى، وهو التعبير ربما الأكثر دقة. والمؤسسات الطائفية يعني شهد العراقيون خلال السنوات الماضية كيف أن المؤسسات الطائفية هذه ضالعة بشكل مباشر هي أو وكلاءها، ونحن هنا لا نريد أن نذكر المزيد من الأسماء والتفاصيل لأنها معروفة للمواطن العراقي، كيف أن هذه المؤسسات التي تدعي الطائفية سواء كانت يعني شخصيات معنوية أو مؤسسات اعتبارية هي ضالعة مباشرة من خلال شخوصها ومن خلال وكلائها بهذه الجرائم بكل أنواعها. هناك معممون يهربون المخدرات، هناك معممون يمارسون أو ينشرون الرذيلة ويمارسونها، هناك معممون ينشرون الإجرام والإرهاب الطائفي والفتن الطائفية وهذه كلها مفاسد، هناك معممون ومؤسسات يعني اعتبارية تخضع لهذه الواجهات الطائفية أيا كانت مسمياتها، هي من تمارس عمليات السرقة والنهب الواسع الذي يعيشه العراقيون. وبالتالي هؤلاء الشخوص الذين يتمسحون بهذه الطقوس الطائفية من المؤكد أنهم لا ينتمون إلى المعاني الدينية والمعاني الاجتماعية ولا حتى القيم العشائرية الأصيلة التي يعني تسود في المجتمع العراقي، كلهم يعني يلتصقون بها ولكن لا يعبرون عنها ولا ينتمون لها بشكل حقيقي. نعم أستاذ مصطفى. أستاذ عبد القادر، من وجهة نظرك الآن ماذا أمام العراقيين أن يفعلوا أمام مؤسسة أمنية فاسدة ومؤسسة عسكرية فاسدة، وأمام يعني عذرا للوصف يعني هناك حثالات من البشر يظهرون ويتصدرون الواجهة المجتمعية في العراق الذي كان بلد الأدباء والشعراء والعلماء وكان بلد المكتبات وكان بلد المؤلفين وكان بلد العلم وكان منارة للعالم؟ ماذا أمام المجتمع العراقي أن يفعله وهو أمام من يحمي هؤلاء بالحديد والنار وبالمال وبالسلطة والنفوذ؟ أقول أن الأمن الاجتماعي الذي يندرج كل ما ذكرته لحماية الثقافة وحماية الفضائل والأخلاق والقيم العراقية التي ورثت عن حقيقة
عن مكارم عربية عززها الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العرب وعشائرهم كانت مكارم، تم تتميمها وإتمامها. ذلك أقول أن حماية الأمن الاجتماعي الذي هو مفقود في العراق تدهور يوما أو بعد يوما على ثلاثة مستويات، وهنا لابد أن يكون للعشيرة دور، لأن حقيقة نحن الآن لسنا أمام دولة ونظام سياسي، ولذلك المنافقية والعشائرية لابد أن تكون حاضرة في إيجاد نظام خاص لحماية الموروث الأخلاقي وحماية شبابها وحماية عوائلها وأسرها من هذا حقيقة الفساد الذي يضرب أطنابه في العراق. هناك من يدعمه، نحن نتكلم عن تعليمات خاصة أكثر من 560 مليون دينار شهرياً تصرف من مجلس الوزراء إلى تلك الفاشنستات وإلى مواقع أو ما يعرف مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي إذا هناك تشجيع كما يعني اليوم في برنامجكم، أما التأكيد على أن هناك مشروع يعني من الأجهزة الأمنية تدعم هكذا رذيلة وهكذا فساد لإفساد المجتمع. لذلك لابد أن تكون المناطقية والعشائرية حاضرة، تأسيس لجان عشائر فيها نخب وفيها حق الطلاء وفيها كثير من المصلحين، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك لجان مناطقية تعمل على حماية الأمن الاجتماعي بكل محاوره، مواجهة المخدرات، مواجهة الفساد، مواجهة هؤلاء في كيفية عدم تسللهم أو عدم أن يكونوا خطوات للشباب. ثاني القضية لابد أن يكون الصادقين رجال التعليم، لا هؤلاء الذين يرأسون التعليم، هناك صادقين موجودين يدرسون في الجامعات وفي التربية، عليهم أن ينتفضوا وأن تكون مسؤولية وواجب وطني. فهي حقيقة يعني هو التماس وهو واجب وطني عليهم هؤلاء التربويين وأساتذة الجامعات لحماية العقل الشبابي في تلك الجامعات وإعطاء الوعي لهم والعمل على حصانة هؤلاء من هذا الغزو المدمر الفاسد الذي يرعى حكوميا سياسيا في العراق. وبالتالي أيضا على الشباب أن يعود، لأن هناك شباب كثير واعين أن هذه السلطة تدمر الرفاق، وبالتالي عليهم أيضا أن يكونوا موجودين وحاضرين في هذه الأزمة التي نحن نعيش في ذكرى 21 من احتلال العراق الغاز والذي يستمر هذا الاحتلال، ولا سيما أن بايدن أرسل على السوداني في ذكرى 21 من احتلال العراق، وهذه لها دلالات على أن واشنطن لا زالت تحتل العراق. لذلك على هذا الشباب أن يعي أن الاعتماد على نفسه في المحافظة على استقلال وسيادة الأمن الاجتماعي من هؤلاء الخونة هو واجب وطني وليس متفضلين على أنفسهم، إنما لابد أن نعي جميعا أننا متوقفون سواء على المستوى الإعلامي، وهنا السلطة الإعلامية أقول لابد أن يكون لها دور أيضا في عملية حصرة هؤلاء وزيادة الوعي وكشف هؤلاء. أظن أن هكذا عمل يجري في العراق حقيقة، والتشجيع عليه حقيقة سيكون هو بمثابة مشروع التصديق والنهوض والمناهضة لهكذا أعمال هدف هدم العراق وشعبه. شكرا أستاذ عبد القادر النايل. أستاذ مصطفى، يعني أخيرا نتحدث عن الفوضى التي تعم العراق بعد مرور 21 سنة على احتلاله، هل وصل الهدف الآن؟ أهداف الاحتلال معروفة، ولكن بالفوضى، فوضى السوشيال ميديا وفوضى التدهور الأخلاقي، فوضى التدهور القيمي، فوضى نشر المخدرات، فوضى تدهور المؤسسة التعليمية، فوضى تدهور المؤسسة الصحية، ما يجري في العراق الآن بعد 21 سنة على احتلال العراق كما تحدث الأستاذ عبد القادر النايل، كيف تنظر إلى المرحلة؟ لا نتحدث عن الحالية، الحالية مأساوية، كيف تنظر إلى المرحلة المقبلة على المدى المنظور؟ كيف تنظر إلى مستقبل الشاب العراقي في ضوء مؤسسة أمنية إن صح التعبير وصح المثل القائل حاميها حراميها؟
عندما نعرف أن الهدف هو الأساس من احتلال العراق هو تدمير العراق ومحوه واستبداله ب يعني كيان غير مؤثر في محيطه، وبالتالي محو هذه أو طمس هذه القيم الاجتماعية التي كانت الوطنية والدينية والأخلاقية التي كانت سائدة فيه، واستبدالها بقيم الفاشيستات والبلوغرية واليوتيوبرية وغير ذلك من مدوني وسائل التواصل والبحث عن الشهرة بأي ثمن، وهذه الميليشيات وهذا الجهل والطائفية أو نشر التجهيل ونشر الطائفية ونشر المخدرات، نشر الرذيلة بكل أنواعها متعة ودعارة وتبادل أزواج وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية التي يعمل الاحتلال وعملائه المتسلطون على إشاعة ذلك في العراق. عندما نعرف هذا يجب أن نفهم أن المستقبل سيكون مظلماً أمام العراقيين وأمام جيرانهم أيضاً، لأن هذه المفاسد التي ستكون في العراق أو التي يعمل على إنشائها وتوسيع انتشارها في العراق سيتسع انتشارها تحصيل حاصل إلى المجتمعات المحيطة بالعراق، وبالتالي ستنتشر الرذائل والمخدرات وطبعا الجهل والطائفية وغير ذلك. لذلك الحل الوحيد للعراقيين ولمن يرغب بإنقاذ نفسه من المحيط العربي والإقليمي والدولي أيضا عليه أن الحل الوحيد هو التصدي لهذه المؤسسات التي باتت قائمة بالكامل على الفساد. يجب أن نعرف حقيقة أن الفساد والإجرام والتزوير والإرهاب في العراق والظلم هو عملية مؤسساتية وليست عملية فردية، هي ليست تصرفات فردية لهذا الطرف أو ذاك، وإنما هي عمليات مؤسسة لها بشكل منظم ويصرف عليها من مال العراقيين على كل اتساع الخارطة العراقية، ليس في مكان معين. المفاسد التي نراها في العراق ليست محصورة بمجال جغرافي ولا بانتماء عرقي ولا بمذهبي. يجري ترويج المخدرات في غرب العراق وفي جنوبه، ويجري فساد الأخلاقي والإداري والمالي في كل في شمال العراق وفي وسطه وفي جنوبه وشرقه وغربه. لذلك التصدي لهذه الميليشيات والتصدي لهذه الأحزاب والتصدي لكل المنظومة السياسية والأمنية والقضائية والدستورية والعسكرية القائمة في هذا البلد العراق مهمة لشعبه ومهمة لجواره العربي ومحيطه الإقليمي وللمجتمع الإنساني ككل، إذا أراد أن ينجو من هذه الأمراض الخطيرة التي نشهدها في العراق. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وشكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيوفي في هذه الحلقة. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة وإلى اللقاء.